مرحبا بكم متابعينا ومتابعي منصة القرار الإخبارية. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر هو جهاز مصري حكومي ذو شخصية اعتبارية. تقاطع كبير جدا بين ملف تنمية المشروعات وبين أجهزة الدولة. نقدر نتعامل معاه حتى لو كانت فكرة المشروع لسه مش واضحة في ذهنه. عندنا وحدة مخصوص أو إدارة مخصوص للمرأة يعني. لأن المشروعات عشان تنجح التمويل عنصر، ولكن هناك عناصر اخرى. يقيم مشروع بقى فعلا ويبقى معاه دراسه جدوى يقدر يتقدم بيها سواء للجهاز او لاي جهه تمويليه اخرى اذا كان عنده احتياج للتمويل. احنا عندنا 27 محافظه بس احنا عندنا 33 مكتب او فرع يعني. اللي تقدر تعمل لك، فدايما بقول ايه، تنميه بخصائص مطلوبه اللي هي العداله المكانيه. يعني انا ممكن الشركات الضخمه تعمل تنمية، الشركات الضخمة كويسة برضو يعني ومطلوب ان احنا نكبرها. تنمية يعني ايه؟ انتاج وحجم وبيع ودخل. عدد المنشآت عموما في مصر بما فيهم المكواجي اللي حضرتك ممكن تودي له حاجتك، ده مشروع متناهي، 3 مليون و6 من عشرة.